اهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وبث مباشر جديد، وبثنا من امام مركز الطبيب المزيف الحاصل على بكالوريوس الزراعه ويمارس مهنه الطب داخل مركز يقوم فيه باجراء الكشوف الطبيه واجراء العلاج والفحوصات الخاصه، حيث ان هذا الطبيب المزيف الذي حصل على بكالوريوس الزراعه يمارس مهنه الطب طبعا بدون ترخيص. كما تشاهدون هذه الدعايه الخاصه ب المركز الطبي الخاص به هنا في مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، اتخذ من هذا المكان وهذا الشارع مقرا لعلاج المواطنين وعلاج الأورام السرطانية وعلاج الجلطات الموضعية وعلاج الصلع والثعلبة وعلاج حب الشباب وعلاج أمراض القلب وعلاج الإنزيمات العالية في الكبد ونشاط الكبد وعلاج الكدمات والدم المحبوس وعلاج الغدة الدرقية وعلاج الضغط العالي على العين وعلاج المياه البيضاء وعلاج قدم الفيل وعلاج الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى أنه يقوم أيضا بأعمال الحجامة للمواطنين هنا في مركز دار السلام. هذا المركز ذا عصيته ويتردد عليه العديد والعديد من الأهالي من هذا المركز والمراكز المجاورة في مركز دار السلام. العلاج الحر بمديرية الصحة تمكن من اقتحام هذا المركز والتحفظ على كافة الأدوات والأدوية الموجودة به، وكان منها أدوية منتهية الصلاحية وأدوية ما زالت تحت الاختبار ولم يصرح لها بالاستخدام داخل مديرية الصحة في سوهاج أو داخل وزارة الصحة. هذا المركز مفتوح منذ عام تقريبا كما روى لنا بعض الأهالي، يستقبل العديد من الحالات المرضية على مستوى المحافظة ومستوى مركز دار السلام للعلاج. وكما تشاهدون هذه الدعاية الموجودة من أمام باب المركز الرئيسي. لكن تعالوا نعرف أكثر التفاصيل من أحد الأهالي الضحايا، والدته كانت هنا بتعالج لمدة سنة. تعرف بحضرتك محمد عابد عبد المجيد. أستاذ محمد، يعني احكيني قصة والدة حضرتك، ليها كام بتتعالج هنا عند الله؟ المركز ده يا محمود بيه كنت أعدي قدامه صدفة، ما كنتش أعرف عندي خلفية عنه، ولكن والدة بكبر سنها والكلام ده كانت حد قال لها قبل كده من السمعة وصلتها طبعا انه ده بيعالج بالنظام الدودة دي قال بيجيبها مستورد من بره، الدودة مش عارف تقريبا قالت لي 200 جنيه يعني كانت بتتعالج، فكانت بتاخد علاج الدودة غير علاج الاعشاب اللي كانت تاخده وتعمل الدودة دي اللي احنا شايفينها في الصورة. الدودة اللي هي السودة دي اللي تقريبا حاطها في الصور ده. تمام. كان جيت تعالج رجلها تقريبا عندها خشونة في الركبة والكلام ده، خدت لها فترة بتعالج شهر واكثر ولا اثنين لغاية ما عجزت في الاخر، وديتها لدكاترة متخصصين في سوهاج ولما خفت وبدأت توقف على رجلها. تمام. بسبب الدود اللي كان يجيبه ده، مش عارف دود ايه، طعم سمك ده ولا ايه بالظبط اللي كان يجيبه لنا يضحك بيها على عقول الناس. تمام. الدودة كانت بكام يعني؟ الدودة ب 200 جنيه. الدودة الواحدة ب 200 جنيه. الدودة الواحدة ب 200 جنيه. تستخدم كم مرة؟ مرة واحدة، شفطة واحدة وارميها وجيب غيرها. يعني ايه شفطة واحدة؟ كان بيخليها يحطها في المكان اللي هو المريض الألم اللي فيه عشان تشفط قال الدم الزيادة. تمام. أو الدم الفاسد مش عارف. دي دودة العلق يعني اللي بيقولوا عليها. مش عارف دودة العلق ولا دودة ايه بالظبط. يعني هي المصة الواحدة. المصة الواحدة ب 200 جنيه. 200 جنيه وتترمي ولا بتاخدها معاك؟ لا تترمي. ما تستخدمش تاني؟ ما اعرفش، يمكن ما يرجع يعيد استخدامها تاني الراجل، الله اعلم. طب الحالة الصحية للوالدة ايه؟ لا ساءت. ساءت بعديه لما رحت للاخصائي الدكتور في سوهاج وعالجها وراح الدكتور عمرو حجازي بعديها لما خفت. لا يا اخي ماشي، لكن مش يعني امر مش طبيعي، مش وقف حركتها تماما. وقفت رجلها لانه يعني انا عارف وعلاج تاني كان يديه لها اعشاب تاني. كان في اعشاب تتخلط على بعضها وتعمل مش عارف ميه سخنه وتعمل حمام وحكاوي خرافات من الخرافات الخزعبليه اللي ما يقولوا عليها دي. انا عرفت كمان انه هي ليه في صيدليه معينه بيتعامل معاها. في صيدليه تقريبا اللي سمعته من الوالده برضه انه في صيدليه تبعه عم تروح تاخذ العلاج وبمبلغ معين يعني. كام؟ تقريبا 65 جنيه او 70 جنيه. تمام. انتوا صرفتوا حاجات تكميليه يعني. تمام. للموضوع خلال العلاج ده صرفتوا كام فلوس؟ يعني يمكن في حدود 1000 جنيه 1500 جنيه تقريبا. وهي ما استمرتش كتير لان هي مع كبر سنها وتعبها
ما استحملتش الدود الكتير يعني, يعني هي دي الدود اللي احنا شايفينه في الصوره ده متابعينا متابعين يوم السبع. ده الدوده دوده العلب هو اللي بيجيبها. الدوده دي مصه واحده بس بيحطها على مكان القلم وبياخد على كل دوده 200 جنيه وبيقول لك ان الدوده خلاص ما بتنفعش تاني وبتموت فورا. المركز ده حضرتك ليه كام سنه شغال في دار السلام؟ والله انا شفته من حوالي 5-6 شهور تقريبا, بس ما اعرفش قبل كده يعني, تقريبا هو من قبل كده من اكتر من كده, يمكن من سنه او اكتر عرفت. ولكن فيه غيره تاني اللي سمعت انه فيه مراكز تاني غيره او مواقع تاني غيره برضه بتعالج. عرفت خبر المركز ده انه مركز نصاب وان العلاج الحر في الصحه تحفظ على المركز وادواته منين؟ من الفيسبوك. من الفيسبوك للاسف بعد يعني بعد انتشار الخبر. للاسف بعد انتشار الخبر ونشره النهارده يعني, من خلال النشر اليوم السابع عنه والمواقع التواصل الاجتماعي. تمام, انت عرفت الخبر اغلاقه من خلال اليوم السابع. طيب كلمه برضو رساله بتوجهها للمواطنين تقول لهم ايه يعني بعد المشكله اللي وقعت فيها؟ المواطنين يا ريت كفايانا, نحن بقينا حق التجارب في دار السلام بالذات, يا ريت كفى كده وروحوا للدكاتره المرخصين المستشفيات المعترف فيها, الدكاتره اللي معروف عنهم انهم دكاتره فعلا. ما يروحوش اي واحد يفتح لي مكان ويعمل لي بانر عليه ويحط لافته من برا خلاص يبقى متخصص. اتمنى يتوقف الكلام يعني ده. يعني احساس الحاجه ايه لما عرفت ان اللي بيعالجها ده زراعه؟ للاسف انت عارف الجماعه الكبار جماعه قلبهم طيب ومسالمين. لما اقول هذا المركز اتصلت بيها وانا في الشارع برا, لما اقول هذا المركز طلع نصاب يا حجه اللي كنت تعالج عنه كان هيبوظ رجلك والحمد لله لحقناها. قالت لي ازاي؟ قلت لها والله طلع نصاب, عايز اروح نطلبوه فلوسنا. قالت لي يا امي سيبوه ما تخربوش بيته, كفايه على كده. بقول لها اروح اطالب على فلوسك اللي انت دفعتيها. يعني دي حاله من الحالات المرضيه, والدته قعدت عده شهور تتعالج في المركز هنا, كانت بتعالج بهذه الدوده الموجوده في الصور. الدوده كانت بتستخدم لمره واحده بقيمه 200 جنيه لكل مصه قلم في اي مكان في الجسم, هي الدوده بتمص مره واحده. يعني ممكن الواحد ياخد 5-6 دودات من دول بعاملين 1000 جنيه في الكشف الواحد, بالاضافه الى الكشف بتاعه كان مخصص له 100 جنيه. يعني نبدا الحكايه برده من الاول, اداره العلاج الحر بمديريه صحة وإدارة العلاج الحر هنا بدار السلام ونما ليها إن في مركز مفتوح موجود في إحدى الأماكن بدائرة المركز. تم اقتحام المركز وتم العثور على كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات علاج الطبيعي. بالكشف عن صاحب هذا المركز تبين أنه حصل على بكالوريوس زراعة ويحمل بطاقة مدون فيها أنه مهندس زراعي. قدم بعض الشهادات أنه حصل على دكتوراه في التغذية العلاجية, وقدم بعض الشهادات من الأكاديميات المختلفة أنه حصل على ما يؤهله للعمل في الطب, وهذا بخلاف الحقيقة. تم تحرير المحضر اللازم وتم اختيار مديرية الصحة, وبعد قليل سيتم أعمال التشميع للمركز بالكامل بعد التحصل والتحفظ على كافة المتعلقات الموجودة من أدوية. كمان مديرية الصحة أكدت لينا وأكد لنا المفتشين أن في أدوية هنا لم يسمح باستخدامها من قبل وزارة الصحة حتى هذه اللحظة. هذه الأدوية طور التجربة وتخضع تحت الموافقة الكاملة, بالإضافة إلى أنه هيكتب بروشتات برضو باللغة الإنجليزية فيها كمية من الأدوية, وبيتعامل مع صيدليات موجودة بينه وبينها علاقة. بهذه الصيدليات بتقوم بترويج العلاج المعين من الأعشاب والعقاقير المختلفة المجهولة التحفظ على بعض الديدان الموجودة, وهي ديدان العلق زي ما انتم شايفينها في الصورة تم التحفظ عليها. إدارة العلاج الحر من جانبها هنا في مديرية الصحة برئاسة الدكتورة كريمة حامد وكيلة الوزارة بتشن العديد من الحملات, وكان آخرها قبل ذلك ضبط تمرجية بتدير عيادة للنساء والتوليد, وبتقوم بتوقيع الكشف الطبي على السيدات في المنازل بمقابل مادي, وقدمت كارنيه منسوب إلى نقابة الأطباء. إلا أنه فور الكشف عن هذا وجد انه غير موجود وغير مقيده بنقابه الاطباء, واكدت انها تعمل بمستشفى الجامعي, وذلك على خلاف الحقيقه حيث لم يثبت وجودها في سجلات مستشفى الجامعه. المركز اللي احنا قدامه ده هو المركز الذي يديره حاصل على بكالوريوس الزراعه ويمتهن مهنه الطب بدون ترخيص عن طريق التزييف والتزوير, ويقوم بعلاج السيدات والرجال. وهذا المركز يرتاد عدد كبير جدا من الاهالي من
مركز دار السلام والمراكز المجاورة له. نحن الآن في انتظار قدوم التفتيش من العلاج الحر لوضع الشمع الأحمر على المكان واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة. كنت معكم من هنا من أمام المركز محمود مقبول اليوم السابع.